شنو رجعها؟ تخليني اتجاوز عليك قد ابنك انا ايش قلت لك انا؟ ايش قلت لك انا؟ لا تصيح عليه. شلون؟ انا هذا صوت. رجعها حبيبي بس لاني قايل ومعسر. ليش يرجعها؟ احنا ايش ماخذين حتى يرجعها؟ من ديدي عليك. يا قلش ما شايف لسه تفتح عيني قدام العالم. ايش بك مسار؟ اخوي انا بس محتاج فلوس انا اعطيك. ايش محتاجك انا اخوي؟ انت شو تسوي؟ ما يصير يا حبيبي صوتك صار لك ساعات معلي عليهم. انا زوجتي انا زوجتي. ولا زوجتك اكو مكان عام مو انا. انت شنو؟ مو انا حبيبي هذا مكان عام عندك مشاكل ويا روح لها بالبيت. رجعنا ذن حبيبي. شنو سالفتك؟ شنو سالفتك؟ صار لك ساعه صيح عليهم. اخوي انت شو عليك؟ زوجتك لا تعلي صوتك عليهم. زوجتك مو انا عندك مكان بالبيت حاكي انا وزوجتي. ما يصير انا. انت شنو اخوها مثلا شنو؟ محتاج اختي تعيش محتاجه. محتاجه شيء؟ شو محتاجك احنا؟ لا تصيح عليها. لا تعلي صوتك عليه ماشي؟ خليني ارجعهن. شنو اللي واقف؟ شنو اللي واقف؟ شنو اللي واقف؟ ما تستحي؟ ايش عليك؟ ايش عليك؟ عندك بابا انت شنو سالفتك؟ هاي شنو هاي؟ شنو سالفتك؟ انت صار لك ساعه تصيح عليه وجايبه عليه. ما يصير هيك. عندك بابا عندك مكان بالبيت تحاكي مال هنا تحكي وياي دير بالك. كيف شو بدي اسوي؟ ما يصير. لا تصيح لا تعلي صوتك. شنو اعلي صوتي؟ انا عاد شنو اعلي صوتي؟ لا اخذ وياك وتحاكيها مو انا. ثواني استاذ بس ثواني. شنو سالفة؟ تجربة اجتماعية. شنو تجربة اجتماعية؟ صدق تجربة اجتماعية. تجربة اجتماعية بس نهدأ شوية يعني بليز. بليز لأنه نهدأ شوية رجاءً. تفضلي هنا. شنو تجربة اجتماعية؟ تجربة مسار ممثل مو زوج هالنور أبداً ما يعني. ما في تتعامل ما يصير. طيب احنا نهدأ شوية. طيب نهدأ شوية خل أشرح لك الموضوع أكثر. احنا بتجربة اجتماعية تتكلم عن الواقع اللي شفته. حيلها هسه ما يصير يعاملها معاملة مو حلوة واحنا بمكان عام. لو بالبيت عنده مشاكل يحلها بالبيت مو هنا. هو هذا شيء تمثيل بس هو حقيقة موجود صح ولا مو صح؟ شيء اكيد موجود. هواي ناس تعامل يعامل امه او يعامل زوجته معاملة مو حلوة. ما يصير هيك انه لازم شخص يحترم المكان اللي هو بيه. عنده مشاكل يحلها بالبيت مو هنا. هو قصر تجاه طفلة وتجاه زوجته مو بس عاملهم بطريقة ما حلوة ومفضل أيضا امرأة أخرى عليهم إذا سمعت المكالمة. أكو هواي حالات يصير هنا بالمجتمع أنه يخابر وما مهتم بزوجته ولا بابنه أنه يصرف على صاحبته أو صديقته أو شو اسمه عايف زوجته وعايف مرته حالتهم كلش تعبانة. لا لا يصرف عليهم مقصر تلقاه ويا أمه مقصر ويا عائلته. ما يصير هيك. الرسالة حلوة وأنا أعتذر حبيبي خاف احنا لنا